التي ليست قوية خلينا نقول، وكأنها مغلوب على أمرها في ظل ما رسمته لنا من يعني صورة يمكن سوداوية أو صورة متشائمة للتحديات التي تواجه العالم وتواجه الأمن والسلم. ماذا بوسع هذه الدول أن تفعل إزاء كل ذلك؟ يعني يجب أنه يبقى فيه المجتمع الدولي قادر على معالجة هذه المسائل. التنظيم الدولي الأمم المتحدة قادرة على التنظيم. يعني أنا ما فهمش أن يبقى فيه خطر لحرب سيبرانية والأمم المتحدة مجلس الأمن أو الجمعية العامة يصدروا قرار ملزم من المجلس يقول ننظم عمليات استخدام النت. استخدام النت مطلوب جدا. لغاية دلوقتي الدول الكبرى القوى الكبرى بتتحفظ من المسار ده لأنها عندها القدرة لاستخدام هذه الإمكانيات وتطوير نفسها. الـ5G ده شيء هائل ومتقدمين عن البشرية جمعاء. فالأمم المتحدة أمامها الكثير. الناشطين اللي هم بيتحركوا في العالم، أساتذة الجامعات، الكتاب، الفلاسفة، المؤتمرات، كلها ممكن توجه المجتمع الدولي. اجتماع قمة مدريد اللي بيحصل الأيام دي فاشل لغاية دلوقتي أنه يتفق على وثيقة يمكن على أساسها تقليل الانبعاثات. يجب أنه البشر يعلموا. ومبارح الايفنت اللي حصل امبارح عن ان احنا جميعا بشر على هذا الكوكب علينا ان نحافظ عليه وندافع عنه ونخدمه ونبنيه مطلوب. نعم. ليس قوة واحدة او جنس واحد له الحق في السيادة في هذا طيب. على هذه الأرض. مع الآن يعني قبل أن ننتقل إلى الدكتور يوسف في عجالة، يعني حضرتك أشرت الآن إلى مطامع بعض الدول في ثروات البحر المتوسط، محاولات بعض الدول الأخرى في السيطرة على ممرات مائية، على مضايق بحرية. كيف يمكن أن ننظر إلى كل ذلك؟ في أي سياق يمكن أن نضعه؟ شوف، يعني عشان الإنسان يعالج هذا الموضوع يجب أنه يتكلم بصراحة. الصراحة بتقول أنه منطقة الشرق الأوسط ضربت ضربا مبرحا بغزو العراق ابتداء من 2003، وما جاء بعد ذلك في 2011 على يعني نمط حديث الوزير سامح شكري هز المنطقة وهز الدولة الوطنية. والدولة الوطنية في الكثير من الدول العربية إما انزوت إما بيتهددها الخراب. هذا كله أدى إلى فتح شهية الكثير من دول الجوار. هذا كله أدى إلى أنه في طيارات محددة إرهابية متأسلمة قررت أنه نملأ الفراغ اللي هو موجود نتيجة لغياب الدولة الوطنية. فشفنا دولة زي إيران، والجامعة العربية لها قرارات في هذا الصدد. يعني أنا بسمي الاسم لأنه الجامعة العربية أخذ موقف. شفنا دولة زي جار، وللأسف جيران الإقليم العربي اتفتحت شهيتهم للحم العربي. فتركيا بنشوف كلام وصدر قرارات في هذا الشأن. إيران نفس الشيء للأسف. حتى بعض الجيران اللي بيطلوا على النهر قرروا في خضم هذا الوضع الإقليمي انهم يحجبوا المية عن شركائهم و يعني جيرانهم. فإسرائيل ضربت بعرض الحائط القضية الفلسطينية والتسوية الفلسطينية. هذا كله نتيجة للفراغ لغياب الدولة الوطنية. لا. الدولة الوطنية العربية يجب أن تستعد، يجب إعادة بنائها.
يجب لم الشمل العربي بشكل يؤدي إلى أنه الجيران يتوقفوا عن اقتحام الفضاء العربي. نعم. طيب أشكرك معالي الأمين العام وأتحول للدكتور